سؤال. 1 ميكانيزم اللي تصير بتفاعلات السبستيتيوشن. زين مثلا اني عندي اكزامبل تيرشري بيوتيل بروميد، تفاعل تيرشري بيوتيل بروميد مع الكحول، كحول الميثانول. سرعة التفاعل تعتمد فقط على تركيز التيرشري بيوتيل بروميد. الريت اوف ذا رياكشن تعتمد فقط على تركيز هاليد الالكيل. لذلك هو فيرست اوردر اوفر اول، فيرست اوردر رياكشن ويوني موليكيولار، فقط يعتمد على تركيز هاليد الالكيل وليس على تركيز النيوكليوفيل. ليش هذا الشيء؟ هذا الشيء لانه بالريت ديترمايننج ستيب النيوكليوفيل is not present، ما موجود تركيزه، but must react somewhere after the rate determining has occurred. ليش؟ هذا بسبب انه لو نلاحظ نباو على الميكانيكية بالخطوة، هي عبارة عن خطوتين يعني. بالخطوة الأولى هو formation of the carbocation، قلنا بالفرق انه فرق ال SN1 عن ال SN2 انه بهاي الميكانيكيه راح يتكون لي كاربو كاتيون، بذيتشه بالاس ان 2 ما يتكون عندي كاربو كاتيون، وانما ترانزيشن ستيت عباره عن خطوه واحده اللي هي هذه مثلا الاو اتش مال الكحول، يعني مدافع له مع كحول، هاليد الكيل مع كحول، ده يدفع ده يقترب الاو اتش ويبتعد ال سوري مو مال الكحول، مو مال الكحول، ال OH as nucleophile يقترب وال PR هي تبتعد، فالتركيز للترانزيشن ستيت هو عبارة عن تركيز هاليد الالكيل مع النيوكليوفيل together، اثنيناتهم يدخلون بالتفاعل. لو لاحظ هذا الهاليد الالكيل هو 2 برومو بيوتان، هو secondary الكايل هالايد، هو سكندري الكايل هالايد، فلذلك هو يدخل بتفاعلات بميكانيكية ال SN2. زين والنيوكليوفيل هو نيوكليوفيل قوي، هي السكندري هاليد الكيل ممكن انه تدخل بميكانيكية SN2، ممكن تدخل بميكانيكية SN1. هسه اراويكم شلون اذا صار بيها ري ارينجمنت طبعا. زين لاحظوا شلون، فمن يقترب النيوكليوفيل يطلع ليفنج جروب الكايل هالايد از جود ليفنج جروب، اثنيناتها تدخل بيتأثر على ميكانيكية التفاعل. يعني هذه الترانزيشن ستيت اثنيناتهم موجودين بيها، لذلك هو باي مولكيولر، هذا يقترب وهذا يغادر، هاليد الالكيل يغادر. لاحظ هذا الرسم بالترانزيشن ستيت شرحناه احنا، هذا برايمري مثل الكايل هالايد، المجاميع هيدروجين بهيدروجين بهيدروجين، 3 ذرات هيدروجين. زين في حين دقيقة طلاب ثواني،
زين، في حين هنا بال SN1، SN1 الريد ديترمايننج ستيب تعتمد على شغلتين، اللي هو تكوين الالكتروفيل اول مرحله، يعتمد تعتبر الخطوه البطيئه ار دي اس ريت ديترمايننج ستيب، تعتبر خطوه بطيئه. الخطوه الاسرع من عندها هي مهاجمه النيوكليوفيل على الالكتروفيل، اللي هو هاي البيك الخضراء. البيك الحمراء هو الريت ليميتنج ترانزيشن ستيت، هو تكوين الالكتروفيل، هي هذه الخطوه البطيئه. ليش تعتبر خطوه بطيئه مقارنه بالخطوه السريعه اللي بعدها؟ لانه تحتاج الى طاقه اعلى. لو تلاحظون البيك هنا القمه مالته اعلى من البيك الاخضر، معناته يحتاج طاقه اعلى. وهكذا هو طبيعه الحياه، هي هالشكل الخطوات اللي بحياتنا عموما. انا دا احكي حتى مو بس بالكيمياء، الخطوات اللي تحتاج انه اصرف بها جهد اكبر او طاقه اعلى هي الخطوات البطيئة، فيحتاج انه اصرف لها طاقة وجهد اكبر حتى تصير. الخطوات الامور الاعتيادية اللي تصير ببساطة ما اصرف عليها ذاك الجهد. زين، انا يعني حتى قلت لهم ذاك الجروب مثلا خطوة انتو اجتيازكم لمرحلة الثانوية، السادس الثانوي، السادس العلمي، زين شلون انتو اجتازيتوا؟ غير بذلتوا طاقة وجهد اكبر حتى تجتازون هاي الخطوة، هي هاي الخطوة اللي حددت مصيركم. الحمد لله والشكر فلحتوا انه تحصلون مقعد بكلية الصيدلة، كلية حكومية ومجانية. غير انتو هذا الشيء جبتوه بتعب اكيد، مو باي ذا واي، يعني مو معدلاتكم 70ات ولا 60ات، معدلاتكم 97.5 وفوق، اقل واحد بيكم. فهذا الشيء مو اجا اعتباطا، لانه انتو ناس مثابرين وشطار، مو صحيح؟ فاخذت من عندكم جهد وطاقة اعلى. فهي هاي الخطوة الري ديترمايننج ستيب، اللي بعدها يجي كل اللي بعدها اعتيادي، مجرد تدرج يعني من الأول للثاني للثالث إلى أن تصلون للخامس كلية. وكذلك هسه هنا احنا عندنا بالكيمياء العضوية الخطوة البطيئة هي الخطوة اللي تحدد مسار التفاعل اللي بعدها يكون أسرع من عندها، هي خطوة مهاجمة النيوكليوفيل للكاربوكاتين. لو تلاحظ الـ SN1 مقارنة بالاس ان 2، الاس ان 2 هي بيك وحدة زين تعتمد على الترانزيشن ستيت، هذا هو المركب الوسطي اللي عبارة عن البرايمري او المثل كاربوكاتيون مع النيوكليوفيل على اليسار والليفنج جروب الهالوجين على اليمين. هو هذا سنجل ترانزيشن ستيت، سنجل ترانزيشن ستيت زين. فلذلك أنا عندي خطوة الكاربوكاتيون، هي تكوين الكاربوكاتيون هي الخطوة الحرجة عندي. زين، شوفوا هاي أول خطوة، إنه الليفنج جروب يغادر هذا تيرشري بيوتيل بروميد. من يغادر راح يخلف بعده كاربوكاتيون تيرشري، تيرشري كاربوكاتيون وبروميد. أخذ كل الإلكترونات وطلع، أخذ كل شحنته وطلع، أخذ شوالاته وطلع. زين، هذا البروميد. بينما النيوكليوفيليك اتاك من اجى هنا الكحول هاجم على الكاربوكاتيون، هاي بخطوه لاحقه. فلذلك هي خطوتين، ستيب 1 وستيب 2. هاي الخطوه الثانيه هي الخطوه الاسرع، تمام؟ بمجرد فقدان بروتون او هيدروجين احنا نسميه راح يتكون لي ايثر بخطوه سريعه. اوكي، هاي الخطوه الثالثه، يعني الخطوه اي والخطوه بي، انه هذا يهاجم، هذين اثنين سريعات. The SN1 reaction is two-step process, with the first being a slow ionization reaction generating a carbocation. The second is the quick nucleophilic attack by the nucleophile on the carbocation. In some cases, like when water or alcohol is the nucleophile, quick lose of a proton gives the final product. لما عندي نيوكليوفيل مال المي، مثلا نفترض الان عندي مي HOH، زين اذا عندي مي HOH دا يهاجم، فراح يصير عندي هنا HOH، هذا ايضا ال H الثانيه مالت المي تنفقد، فراح يتكون لي كحول بدل الايثر. فان جنرال راح يتكون لي هاي الميكانيكيه.
قارناها مع ميكانيكية الـ SN2. زين، the SN1 reaction has two transition states whereas the SN2 only has one transition state. اوكي، هذا هو تأثير شنو؟ هاي بصورة عامة، هاي هي فكرة التفاعل بصورة عامة، شنو هي ميكانيكية التفاعل؟ زين، نجي على العوامل اللي تأثر على تفاعل الـ SN1. السبستيتيونت افكت، اول تاثير هو السبستيتيونت افكت، يعني الماده المتفاعله، يعني هاليد الالكيل، تاثير هاليد الالكيل في ميكانيكيه اس ان 1. دي ايونايزيشن تو فورم ذا كاربوكاتيون ان ريت ديترماين ذا ريت ديترمايننج ستيت از ان اندوثيرمينج، يعني عمليه فقدان هيدروجين حتى اكون كاربو، سوري مو هيدروجين، هاليد الكيل، هاليد هالايد، يعني من افقد الهالايد حتى اكون كاربو كاتيون، هو هذا الريت ديترمايننج ستيب، هو هذا طبيعه حاله هو اندوثيرميك. يعني شنو اندوثيرميك؟ هو تفاعل ماس للحراره. ليش تفاعل ماس للحراره؟ يعني ليش اني احتاج طاقه حتى اكون الكاربو كاتيون؟ لان اني عندي بريكنج اوف بوندز، يعني اني دا اكسر اثره بين الار والاكس، دا اكسرها حتى الار بوزيتيف يتكون اللي هو الكاربوكاتيون، والاكس يطلع هو والالكتروناته يطلع على سطحه. فهاي الخطوه هي ماصه للحراره عكس الاكسوثيرميك. كلمه اكسوثيرميك هو تفاعل باعث للحراره، الاندوثيرميك هو تفاعل ماص للحراره او ماص للطاقه. اوكي، therefore the Hammond postulate tells us that the transition state for this process should be resemble the carbocation. زين، التفاعل راح يكون لي كاربو كاتيون. ال SN1 rate depend on the carbo cation stability. اكيد بال SN1 كلش تعتمد على استقرارية الكاربو كاتيون، فإذا كان الكاربو كاتيون مستقر خطوة ال SN1 ميكانيكية ال SN1 تحدث. إذا كان الكاربو كاتيون اللي متوقع أنه يحدث عندي غير مستقر، فال SN1 ما يحدث، ما ممكن أنه يدخل ضمن ميكانيكية SN1، يختار له غير ميكانيكية اللي هي SN2. فبهاي الحالة لاحظ انه التيرشري كاربوكاتيون هو اكثر استقرارا من السكندري، والسكندري اكثر استقرارا من البرايمري. هاي قاعدة عامة، هي قاعدة عامة تنطبق هاي القاعدة على تفاعلات ال SN1. اذا كان عندي كاربوكاتيون تيرشري يحدث SN1، اذا كان سكندري ممكن SN1 ممكن SN2. إذا كان الكاربوكاتيون المتكون عندي برايمري أو مثل، ما يحدث عندي SN1 reaction، يحدث عندي SN2 reaction. هسه نجي نقارن ونشوف شلون، لأنه بـ SN2، لأن أقول لك هذا الكلام هو عكس الـ SN2 reactivity. بالـ SN2 reactivity المثل كاتيون هو الـ يعني بالدرجة الأولى يخوض بهاي الميكانيكية. إذا كان عندي برايمري فايضا يندرج ضمن الـ SN2، اذا كان سكندري حسب SN1 ممكن و SN2 ممكن، اذا تيرشري 100% SN1. واضح؟ يعني وحده عكس الاخ، وحده عكس الاخ. اني هسه راح اراويكم هذا اللي رسمته للجروب الثاني، هذه هي رسمت لهم اياه بالسبوره. التيرشري كاربوكاتيون هو اكثر استقرارا من السكندري، والسكندري اكثر استقرارا من البرايمري، والبرايمري اكثر استقرارا من الميثيل. زين، اني التيرشري كاربو كاتيون بي 3 ار جروبز، بغض النظر عن الار، هل هي ميثيل، هل هي اثيل، هل هي مثلا وحده ميثيل وحده اثيل والاخرى ار جروب بطريقه ثانيه ايزوبروبل، ايا كانت الار جروب. اوكي، ايا كانت الار جروب، والمجموعه الرابعه هي هاي الاثره الرابعه اللي المفروض كانت مرتبطة بهاليد الكيل، هاي منها هاي الآسرة، هاي الآسرة اللي فوق، كان مثلا عندي بروم، مثلا عندي بروم بي ار او يود. زين، انفقد اليود، مثلا عندي يود، ففقد اليود تكون عندي تيرشري كاربوكاتيون. انا عندي هنا 2 ار جروبس تكون عندي سكندري، اذا ار جروب مثلا سي اتش 3 سي اتش 2 خلينا نقول، او ايا كانت الار جروب، راح يكون لي برايمري. وهنا أنا مثل ما عندي كل ار جروب، وانما فقط اتش اتش ب اتش ب اتش. زين، فبرايمري مثل،
كاربوكاثيون. زين، هذا ليش مستقر برأيكم أكثر من هذا؟ وهذا ليش مستقر أكثر من هذا؟ وهذا ليش مستقر أكثر من هذا؟ زين ليش؟ دكتورة دكتورة تراب ترنجر، المجاميع الدافعة. منو اللي يجاوب؟ شو أوه. اسمك أنت؟ عبد الملك عمران. عبد الملك عمران. حسب المجاميع الدافعة، دافعة بيش؟ لا بيش؟ بعب الحال بتدفع الكترونات، الشحنة مع الكترونات. عافية، دافعة بالحث اللي نسميه اندكتيف افكت. شو اسمك انت؟ مريم أحمد. مريم احمد. وانت الممثلة؟ لا لا مريم وعبد الملك. شنو ابن منو؟ عبد الملك عمران. عبد الملك عمران. صح، اثنيناتكم صحيح. هذه المجاميع اثنينكم لكم بونص. هذه المجاميع دافعة بالحث. وبعد يكون متفرع التيرشري أكثر من اي اي السكندري. وبعد بيا خاصية يفيدني مو بس بالحث. اكو شيء اسمه هايبر كونجوجيشن، هذني المجاميع دافعة بالحث، واكو شيء اسمه هايبر كونجوجيشن، انه قدرة هذا بروجكت بيرفكت. نعم نعم عفوا. اكو احد كان دا يحكي، اكو احد من الطلبة كان دا يحكي. عبد الملك عمران ومريم أحمد. ولا تسمعوني لو أني وحدي دا أحكي، أنتو وياي؟ نعم وياك نعم دكتور دكتور. وياك. نعم دكتور. زين، عبد الملك ومريم قالوا شو اسمه لكم بونص، طبعا سجلت أساميكم، قالوا هم دافعين بالحث وكذلك بالهايبر كونجوجيشن. اكو شيء اسمه الهايبر كونجوجيشن، انه الشحنه الموجبه تتوزع على مجاميع الار جروب. شلون؟ عن طريق الهايبر كونجوجيشن، انه هاي الشحنه ما تكون مركزه فقط على ذره الكربون هذه. اذا كانت مركزه فراح تكون فيري ان رياكتيف، بس هي شنو؟ شويه تقعد هنا، شويه تلاخ تتوزع تجي هنا، مره ثالثه تجي تتوزع تجي تقعد هنا، لانه بالهايبر كونجوجيشن اكو ذره هيدروجين راح تجي هنا، فالفقدان شويه هنا يصير شويه هنا يصير، اذا اكو ذره هيدروجين هنا صارت. واذا ذره هاي مثلا سي اتش 3، فنفرض سي اتش 3، فهذه السي اتش 3 شوي هاي صارت هنا سي اتش، وهذه سي اتش 2، شويه هنا شويه هنا شويه هنا شويه هنا، فتتوزع على 4 ذرات كربون، ما تكون مركزة فقط على هذا. فإذا كانت مركزة فقط على هذا أيضا هذا يؤدي إلى عدم الاستقرارية. لكن هذني دافعات بالحاث وبالهايبر كونجوجيشن، 3 مجاميع تتوزع عليها 3 اتشات، كل واحدة 3، وهاي هم 3 9. زين، فلذلك هذا يكون أكثر استقرارا من أبو مجموعتين آر. هذه سي اتش 3 بسي اتش 3 6 هيدروجين، فرق عن أبو التسعة. شوية راح تصير هنا شحنة، شوية هنا وشوية هنا. زين، بينما هذا 100% الشحنة 100% هنا وهنا، فقط ار جروب وحدة دافعة، فقط عندي ار جروب وحدة دافعة، هياته دافعة بالحث. زين، اندكتيف افكت، تأثير الحث. هاي آسرة، سوري، هذه آسرة وهذا السهم، يعني على أساس أن دارسم لكم سهم، بس شوية إيدي ما تساعدني. زين، هذا كربون سي اتش 2 وهذه بوند، ما اعرف ليش بتصور الاصر عدل. زين، وهذا سهم يدفع الاصر منا لهنا، تمام. بينما هذا كل شيء ما عنده، المثل جروب كل شيء ما عنده، لا مجموعة دافعة ولا يحزنون، وحده طرق روحه، فهذا very very unreactive، ما ممكن انه يتكون لي مثل جروب، مستحيل مستحيل. لا هذا هو هذا هم يتكون، بس هذا ها
اسم شوية أكثر، هذا كلش كلش very and reactive. فهيك بهكذا تحصل ميكانيكية ال SN1 since alkyl group are known to stabilize carbocation inductive effect and hyperconjugation SN1 reactivities decrease in the order بهالشكل، يعني هذا أعلاهم وثم هذا ثم هذا ثم هذا. This is the opposite for SN2 reactivity. SN2 reactivity بالميثيل كاتيون تصير أحسن من البرايمري، وبرايمري أحسن من السكندري، والتيرشري مستحيل. ليش؟ لأنه إحنا قلنا كل ما صغرت المجاميع بالسبستريت كل ما كانت ميكانيكية الـ SN2 أحسن، لأن عندي بالكينس. مثلا عندكم هذا الرسم، شوف هذا برايمري، هذا برايمري هالايد الكيل هالايد، فعندي النيوكليوفيل إذا هاجم من الخلف راح يلقى مكان، لأن ما عندي بالكينس، راح يلقى مكان يوصل لهاي ذرة الكربون، وهذه البرومايد راح تطلع. ليش؟ لأنه هو CH3CH2Br، هذا إيثيل برومايد برايمري، ممكن إنه النيوكليوفيل يوصل لهاي الكربون. حالة السكندري يوصل بس أصعب شوية. ليش؟ لأن أنا عندي ايزوبروبيل برومايد، لأن CH3 CHBr CH3، هذا الايزوبروبيل برومايد عندي 2 الكيلو جروب، هنا أنا ممكن تأثر تسوي لي إعاقة. نعم أكو هنا ثلاث ذرات هيدروجين CH بH بH، هذه همينة H بH بH، أكو تفرع، يعني أكو إعاقة نوعا ما نسبية لهذا. بينما إذا كان عندي تيرشري الكايل هالايد، ما ممكن هذا التفاعل ما يحدث في ميكانيكية اس ان 2، ما ممكن. اذا احد قال هذا يمر بتفاعل اس ان 2 بالامتحان فهذا خطأ، احط له صفر، لانه الاو اتش ما ممكن توصل لهاي ذرة الكربون بصعوبة، لان انا عندي المهاجمة من الخلف، والخلف عندي 9 ذرات هيدروجين، شلون صايرة شلون الفرشة كفشة يعني. زين، فتعيق كلش تعيق هاي الاو اتش من الوصول. فهذا عكس الـ SN1، الـ SN1 راح يتكون لي كاربوكاتيون مستقر إذا كان تيرشري، والمهاجمة راح تصير مو من الخلف، من الأعلى أو من الأسفل. هسي أجي أراويكم شلون. فلذلك الكاربوكاتيون التيرشري يكون مستقر. زين، أكو عندي عوامل أخرى تؤدي إلى استقرارية الكاربوكاتيون أقوى من الإندكتيف إفكت والهايبر كونجوجيشن، أقوى من كون المجاميع دافعة بالهايبر افكت وال بالاندكتيف افكت سوري والهايبر كونجيجيشن، اللي هو شنو؟ هو الاستقرار بالرنين. ريزونانس ستابلايز كاربو كاتيون ار اولسو امبورتنت فور اس ان 1 رياكتيفيتي، هذا بعد اكثر استقرارا. فور اكزامبل عندي اليل برومايد از ماتش مور رياكتيف ذان اذر برايمري هالايدز ان اس ان 1 رياكشن. شوفي هذا برايمري هاليد الكيل، يعني اذا فقدنا هاي البرومايد منانه راح يتكون لي سي اتش 2 بوزيتيف اللي هو برايمري كاربوكاتيون برايمري. هل من المنطق انه اني عندي كاربوكاتيون برايمري؟ انا قلت لكم لا، ما ممكن انه يتكون عندي كاربوكاتيون برايمري حسب القاعده، وانه البرايمري كاربوكاتيون ما يتكون، فما اقدر انه تفاعل اس ان 1 يمشي عليه بهاي الطريقة، إلا إذا كان مستقر بالرنين. هو صح برايمري كاربوكاتيون سي اتش 2 ار، شوفوا هو سي اتش 2 ار، يعني مو حاطة ار، بس الار بهاي الحالة مو اي ار، لعد شنو دكتورة؟ ار بيها دبل بوند. يعني شنو قصدك دكتورة؟ يعني هاي الدبل بوند اذا السهم راح منها اجى الدبل بوند، اذا شالت منا جتي هنا، فهاي الشحنه الموجبه راح تنشال منا تنحط هنا، راح تتحرك. يعني الدبل بوند اذا جتي هنا، شوفوا الشحنه الموجبه تتحرك تجي هنا، وهكذا تظل تروح وتجي مره هنا مره هنا. فلذلك السهم ذو راسين، واحطه بين قوسين وكبار، هاي التراكيب الرنينيه ريزونانس ستراكشر، تظل تروح وتجي تروح وتجي تروح وتجي، لان الشحنه مره هنا مره هنا مره هنا مره هنا، ما مستقره على مكان واحد، من متوزعه على ما متوزعه الشحنه. اني عندي استقراريه، واستقراريه للعلم اكبر من الاندكتيف افكت والهايبر كونجيجيشن لانه رنين. فلذلك ممكن انه هذا البرايمري كاربوكاتيون يتكون
ولذلك ممكن انه التعويض يكون هنا برايمري كاربوكاتيون، والتعويض هنا ممكن. ليش ممكن؟ لانه مستقر بالرنين. اوكي، الليل برومايد is much more reactive than other primary halides in SN1 reaction. تلاحظوا شلون؟ بسبب الرنين. زين، هذا هو تأثير السبستريت. السبستريت قلنا افتهمنا ميكانيكيات للكاربوكاتيون واكو عملية استقرار بالرنين. زين، ليفنج جروب افكت شنو؟ نعم ممكن، بس هي راح تنضاف النيوكلوفيليك بالاخير. هي راح تنضاف بس بيا ميكانيكيه، اس ان 1 ولا اس ان 2؟ اس ان 1 على الاس ان 2 يعني. اس ان 1 اذا اس ان 2، اذا اس ان 2 رسمتي لي الميكانيكيه انه المهاجمه من الخلف، انه هذا اذا يهاجم الاو اتش مثلا او بغض النظر عن النيوكليوفيل، وهذا يطلع وترسمي لي ترانزيشن ستيت بين قوسين كبار انه هذا البرايمري ومن هنا دوت 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 نقاط آسره منقطه او اتش منها وآسره منقطه بي ار منها، راح احط لك صفر لانه اقول لك صحيح انه هو هذا برايمري كاربوكاتيون، والمفروض انه البرايمري كاربوكاتيون يمر بميكانيكيه اس ان 2، بس هذا للاسف للاسف ما يمر بيها. ليش؟ لان مستقر بالرنين. اذا زميلتك سين من الناس رسمت لي تركيبين رنينيه وحطت لي اياها بين قوسين وقالت لي يابا ترى يتكون هذا الكاربوكاتيون ثم بخطوه لاحقه للنيوكليوفيل يجي يهاجم، نعم احط لها درجه كامله. اذا انت حطيتي لي ترانزيشن ستيت بين قوسين وكبار وقلت لك اثره منقطه لليسار واثره منقطه لليمين، راح احط لك صفر. راح احط لازم نحط هاي المال بين قوسين، لازم تحطين هاي التراكيب الرنينيه وتقولي لي بعدين بخطوه لاحقه انه النيوكليوفيل هو اللي يهاجم. يعني التفاعل عباره عن خطوتين، مو مثل تفاعلات الاس ان 2 عباره عن خطوه واحده. تفاعلات الاس ان 2 هاي عباره عن خطوه واحده، مهاجمه وخروج، بينما هذا خطوتين، يتكون كاربوكاتيون ثم بخطوه لاحقه. شوفوا البيكين انا راسمت لكم بخطوه لاحقه هي او معادلتين، أول مرة هذا يتكون كاربوكاتيون ثم النيوكليوفيل يهاجم ويكون لي الناتج خطوتين. زين، بسبب شنو؟ بسبب الرنين. يجوز أنا ما أجيب لكم هذا ما أجيب لكم هذا ستراكتر، أنا أجيب لكم برايمري كاربوكاتيون بس غير ستراكتر، بس أضيف بس أكون عندي الكين. زين، عندي الكين بصفه هو باعي هسه هو هذا ياته برايمري صحيح، هاي آر جروب، بس هل هي هاي الآر جروب اعتيادية؟ لا، هاي الار جروب موت يا هو صحيح، هذا برايمري سي اتش 2 برايمري بس مستقر، بالرغم من انه برايمري لكن هو مستقر لاسباب. شنو هي الاسباب؟ الرنين. دكتوره، واذا كانت تيرشري اقصد شو اسمه ثلاثيه العصر تربل بوند ايضا ايضا تمر بالرنين. زين، اوكي، يعني نفس الشيء نفس المبدا نفس المبدا. نعم، او اذا كان عندي حلقه بنزين مثلا، بنزين رينج، تمام، بنزين تمام. رينج ونفس الشيء همين واحده من عندهم بس تتحرك، اي بس واحده من عندهم تتحرك، بحيث مثلا شلون عندي بنزين رينج مثلا عندي هذا المركب، مثلا عندي هذا المركب، هاي مو بنزين رينج، مو مليانه دبل بوند، اي نعم بنزين برومايد، هذا عندي سي اتش 2 هنا وعندي برومايد هنا. زين، هو صحيح برايمري كاربوكاتيون بس شنو هذا؟ اذا هذا العربي انا يعني صحيح، انا اني هذا اذا فقدت هذا البرومايد اذا فقدته راح يتكون لي CH2 هنا وهذه R، مو صحيح؟ نعم CH2 وهذه R، بس هذه CH2 يعني أنا إذا فقدت هاي البرومايد راح يصير لي هالشكل. إذا فقدت هذا البرومايد راح يكون لي CH2 هنا positive CH2
شو؟ اي كارو او كيتيون. او او كاتيون. خليني احط لكم اللي سي اتش 2 كاتيون. شوفوا شلون حتى راحت الإشارة الحمراء. ليش راحت الإشارة الحمراء؟ لأنه هو اللي يقول لي إذا حطيتي بوزيتيف تشارج هو هذا راح يستقر اوريدي، راح يستقر بالرنين، لأنه هاي القاصرة راح تجي هنا تصير دبل بوند. خلاص ارسمكم تراكيب رنينية. أعطيكم سهم. زين هذا راح يصير هالشكل. أنا صغرة دقيقة، أنا صغرة حتى يكفيني مكان. ايش راح يصير عندي هنا؟ يصير عندي هنا أنا الآسرة المزدوجة، أصير عندي هنا الآسرة المزدوجة، لأن هذه راح تنتقل. هذه أمسحها. وين راح تجي الشحنة الموجبة؟ الشحنة الموجبة راح تجي هنا، راح تجي هنا. زين دقيقة، هذه تجي هنا بعدين، لأنه بسهم من هذه. سوري هذه تجي هنا. زين فهاي الشحنة الموجبة تجي هنا، بعدين هذه تجي هنا. وين تصير هاي الشحنة الموجبة؟ تجي يعني هنا، الشحنة الموجبة تبقى تتحرك. تفتر مرة هنا مرة أيوة هنا مرة هنا مرة نعم مرة هنا. زين تراكيب نعم رنينية مختلفة، لأنه هاي الباي بوند لها القابلية على أنه تتحرك فبالنتيجة الفراغ هذا مال السي اتش 2 مرة يصير هنا مرة يصير هنا مرة يصير هنا. زين فراح تستقر. صحيح هو برايمري، باعي هو برايمري لو مو برايمري؟ إياته برايمري بس هي ثابت، عنده بس دبل بوند. مستقر، بس مستقر بالرنين إلى أسبابه، مو أي برايمري هو برايمري. زين نعم in the leaving group قلنا in the redetermining step for the SN1 reaction the bond for the leaving group is breaking. تمام، هي الآثرة حسب تأثير الليفينج جروب. خلصنا تأثير السبستريت، نجي على تأثير الليفينج جروب. نفس الشيء الليفينج جروب، أنا ما أريده قاعدة قوية، أريده يغادر بسرعة. نفس اللي ينطبق على SN2 ينطبق على SN1. The bond to the leaving group is breaking, تنكسر. Therefore, a highly polarizable leaving group helps stabilize the transition state through partial bonding as it leaves like SN2. نفس الشيء like SN2 case، أريد يغادر بسلام، يخلق لي آسرة polarizable بين السي وبين الإكس. أريد هاي الآسرة تكون polarizable بحيث هذا يقدر ياخذ الكتروناته ويطلع يكون لي بي ار ماينس. زين the leaving group should be stable after it has left with the bonding electrons. ياخذ البوندنج الكترونز ويطلع، ياخذ اثاثه ويطلع، ياخذ شوالاته ويطلع. and also be a weak base. رجاء اغلقوا المايكات طلاب، رجاء اغلقوا المايكات، انتبهوا. the leaving group starts to take on partial negative charge as the cation starts to form. لما يبدي الكاتيون يتكون الليفينج جروب راح يبدي ياخذ partial negative charge ويطلع، لان الكتروناته ماخذها وطالع. good leaving group are essential for both SN1 و SN2. انا يعني احتاج انه good leaving group. زين solvent effect. the redetermining step of an SN1 reaction involves the formation of two ions اللي هو الكاتيون والليفنج جروب. زين الكاتيون كاربوكاتيون والليفنج جروب. therefore polar solvent which stabilize ions enhance SN1 reactivities. البولر solvent البولر
راح يساعد على استقرار الايونات الموجودة بالمحلول، فيحفز على اس ان 1 رياكتيفيتي. بروتيك سولفنت ار سبيشالي يوزفول. بروتيك يعني بها بروتونات، احنا قلنا اكو نوعين من البولر سولفنت، وحده بروتيك وحده ابروتيك. بروتيك يعني بها بروتون يعني بها اتش. فبروتيك سولفنت ار سبيشالي يوزفول سينس ذا هيدروجين بوندينج ستابلايز ذا انيونيك كليفنج جروب افتر ايونايزيشن. اني مو عندي هاي الار جروب، راح يصير بيها ionization تطلع R minus sorry X minus. فهاي ال X minus إذا كان عندي protic solvent مثل هذا كحول، فهاي راح تكون هيدروجين، راح تكون لي hydrogen bonding، رسموها عصرة منقطة دلالة على إنه هي hydrogen bonding بينه وبين ال X minus. زين، بنفس الطريقة بالكربوكاتيون نفس السولفنت راح يكون لي هاي الهيدرو مو هيدروجين، يعني راح هذا بوزيتيف وهذا نيجاتيف، ما اسميه هيدروجين بوندينج لان مو هو هيدروجين دا يرتبط، بس بنفس الطريقه دا يسوي ستابلايزنج للار بوزيتيف. فالسولفنت يلعب دور بالستابلايزيشن مال الاس ان 1 ميكانيزم. زين، ليش؟ عن طريق هاي عن طريق هاي يعني الميكانيكي، هاي الاستابلايزنج راح يصير بهالطريقه. يعني هذا راح ينفصل ار 1 والاكس 1، هذا يكون هيدروجين بوندينج، هذه الاو ترتبط ماينس ترتبط بالاكس، فهاي السولفيتد ايونز راح تصير بهالشكل هذا. بالنسبه لقطبيه البروتونه السولفنات، كل ما كان السولفنت الداي الكتريك كونستانت مالته اعلى، كل ما كانت البولاريتي مالته اعلى. فنلاحظ الداي الكتريك كونستانت مال المي 78، زين، والمال ميثانول اقل، اعلاهم بولاريتي هو المي 78، ميثانول 33، الايثانول 24، الاسيتون تقريبا بالنص صاير ما عنده بولاريه. كل ما كان بولار اكثر كل ما كانت التفاعل اسرع. Ionization requires the stabilization of both positive and negative charges. Then, solvents which higher dielectric constant have faster rate for SN1. Faster rate 8000، هذا 1000، هذا 200، هذا 1، وهذولي point كلش بطيئة. Diethyl ether لأن هو أصلاً non-polar solvent، والهكسان بعد أقل من 0.001 السرعة مالته. يعني هي اصلا ما تتفاعل بوجود الهكسان، تريد مركبات، تريد سولفنات قطبيه، تفاعلات الاس ان 1 تحب السولفنات القطبيه. زين، استريو ممكن توضحين هذا الرسم اكثر؟ يا رسم السمائي كل لونه هذا هذا البروتيك سولفنت. انا عندي سولفنت، عندي ماي مثلا او عندي كحول. زين، عندي كحول، خلينا نقول عندي ميثانول، انا دا افاعل او دا هو دا فاعل ودا ذوب بنفس الوقت، هم هو سولفنت وهم هو دا يتفاعل وياه. يعني من اخلط الكايل هالايد مع ميثانول، ميثانول هو سولفنت مذيب، زين، من اخلطهم مع بعض يتفاعلون مع بعض، ريفلكس وحراره يتفاعلون مع بعض. فالميثانول داي واني عندي اصلا مثلا تيرشري، خلينا نقول تيرشري بيوتيل برومايد، مذوبته بميثانول، فالميثانول قبل دا يذوب ودا يتفاعل مع الكايل هالايد راح يكون لي تيرشري بيوتيل واو ار اللي هو المثل، يعني ايثر، تيرشري بيوتيل مثل ايثر، يعني هيك دا يصير عندي الناتج اذا تفاعل اني تيرشري بيوتيل برومايد. هذا امسحه بعد ما عندنا شغل بيمو، أنا أرسمه مثلاً، هذا هو نفسه، بس أمسح هذا. مثلاً عنده فاعل تيرشري بيوتيل بروميد، مع ميثانول.
ذوبته بميثانول، وبنفس الوقت هو رياكتنت. ميثانول اللي هو CH3، هذا ME، يعني راح اكتب لكم ME OH، يعني CH3OH. اوكي، ايش راح ينطيني سهم؟ مايكاتكم طلاب كم دوب؟ نظل احنا خلصت السنة، لا سوري خلنا شوية بعده. هم اللي هنا R اللي هي CH3 زين، وهذه هم ماتين CH3، وهذه هم ماتين CH3. بس ايش وطلعت ما ادري شلون هاي كان سي زين، وهاي او سي اتش 3 اخرى، حيكون لي هذا الايثر. هاي مثل هماتين، مثل هاي هماتين ام، مثل وهذه همين ام اي زين، راح يطلع لي هذا الايثر. ام اي اوكي زين، شنو دا احكي؟ اي فهذه البي ار من تطلع، هذه البي ار بالميكانيكيه من تطلع بمن راح تستقر؟ راح تستقر بالمثل، راح تكون لي البي ار، راح ويا المثل يسوي لي هاي البي ار، راح تتآثر يعني نقاط، يعني آثرة منقطة ويا من؟ ويا هذا، ويا ال H O R زين، مع ال H مال الكحول مال هذا H O CH3 اللي هو مثل زين CH3. وكذلك هنا مرة ثانية، كذلك هنا زين، وكذلك من هالجهة يصير لها solvation، فتبتعد بطريقة مستقرة، يعني هاي الاكس تبتعد وكذلك هي مستقرة، يعني ما ترد ترجع مرة ثانية، يعني هاي ما تحب انه ترجع مرة ثانية، لان هي اوريدي دا تطلع ودا يصير لها solvation وده تستقر عن طريق الهيدروجين بوندينج. هذا الام اي السي سي سي اتش 3 ايضا ده يبتعد بطريقه مستقره، ليش؟ لان ايضا الكحول محاطه وده يكون بي يعني هاي الارتباطات بين الاو وبين الار، فده يستقر زين، ده يبتعدون عن بعض بس مستقرين، مو التفاعل اجريسيف، مو بصعوبه يبتعدون، لا بسهوله يبتعدون زين، حتى هم يستقرون وهم يعني المرحلة الثانية من يتكون الكربوكاتيون البرايمري هذا أيضا يهاجم الأو آر ويتكون لي هذا الإيثر، تيرشري بيوتيل مثل إيثر. هاي هي الفكرة، يعني فكرة السولفنت، وأنه كل ما كان السولفنت ماي مثلا أو ميثانول، الماي هو عبارة عن HOH، فنفس الشيء راح يكون لي هيدروجين بوندينج، اذا اتش او اتش فهذه بدل السي اتش 3 راح تصير مي، هذه بدل السي اتش 3 راح تصير اتش لانه هو مي اتش او اتش زين، هيجي زين. اكثرهم بولاريتي قلنا المي فهو افضلهم، ميثانول اقل ابطا شويه، الايثانول بعد ابطا، وهكذا بالنسبة للبولاريتي زين. بالنسبة للستيريو كيمستري مال الـ SN1 بالـ SN2 رياكشن، هو إذا تتذكرون هو قلنا عليه هو ستيريو سبيسيفيك،
لأنه always be inversion، دائما كان أكو inversion. تذكرون من قلنا أن نرجع لكم بالـ SN2 شلون المهاجمة هياته بيها inversion. هسه أنا عندي مثل برومايد، مثل برومايد ما ممكن أنه يتكون لي مثل كاربوكاتيون وبخطوة لاحقة البرو الـ OH يهاجم، لا قبل هذا يهاجم هذا يطلع بنفس الخطوة، فترانزيشن ستيت وحده انه هذا مهاجم وهذا شنو طالع حتى يتكون لي تفاعل تعويض. فقلت لكم انفيرجن لان هذا مهاجم من الخلف ومن الامام يطلع، فالارتباط مال الاو اتش ده يصير بالخلف، فباعوا ذرات الهيدروجين كلها كانت باتجاه اليمين، هسه انقلبت صارت كلها باتجاه اليسار. ليش؟ لانه الستيريو كيمستري مالته اذا دخلت معناته هذا الكلام، اذا اني فاعلت ماده الستيريو كيمستري مالتها S الناتج راح يكون R، لان صار عندي انقلاب. هو شنو هو الS دكتوره وشنو هو الR؟ المفروض كانت تعطيكم اياه دكتوره بسمه الستيريو كيمستري الاسبوع القادم، بس للاسف المحاضرات بعد توقفت بعد ما ان حقنا نعطيكم محاضرات نظري. المفروض باقي لكم تشابتر اللي هو الستيريو كيمستري ما راح تاخذوه. زين الR والS هي عباره عن ستيريو ايزومر. الايزومرات اذا تتذكرون اخذنا بالشابتر 1 بالانترودكشن، مو قلنا اكو شيء اسمه كونستيتيوشنال ايزومر؟ اهو دكتوره هاي وين وديتينا؟ اي 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 وديتكم لازم ترجعون على الستيريو على الايزومر اللي اعطيتكم اياه. تذكرون كونستيتيوشنال ايزومر من قلنا هي نفس الفورمولا بس الفانكشنال جروب احتمال تختلف او موقع الفانكشنال جروب يختلف. زين الايزومرات انواع، واحده من انواعها هو الستيريو ايزومر. يعني شنو دكتور ستيريو ايزومر؟ يعني ترتيب الجزيئات فراغيا، مو جزيئات، المجاميع، ترتيب المجاميع فراغيا يختلف. مثلا هذا ليش اس 2 برومو بيوتان، هذا 2 برومو بيوتان وميثان ايثان بروبان بيوتان. زين هذا كان S لأنه ترتيب المجاميع مالته بهالشكل هذا، نتاج لي R 2 بيوتانول R. هذا المفروض هذا شوية مو واضح، استغفر الله، خلي أجيبكم على غيره دقيقة نراويكم شنو الاس وشنو الار. يعني صار عندي انقلاب انفيرجن 100%، بينما هنا راح يصير عندي نص انفيرجن نص نص ريتنشن. هنا مثلا خل اشرح لكم هذا الار هذا اس. ليش اس؟ شوفوا المجموعه نمشي على الوزن. احنا البي ار ايش قد وزنه؟ مو 35؟ هاي المجموعة أثقلهم من حيث الوزن، ثم تجي هاي المجموعة الثانية. زين من حيث الوزن هي هذه مجموعة ثانية بالثقل، المجموعة الثالثة CH2CH3. فالترتيب المجاميع تالي صدق كذي، ترتيب المجاميع بالفراغ باتجاه اليسار عكس عقارب الساعة، لأن هذا الأثقل ثم هذا ثاني واحد أثقلهم ثم هذا الثالث. الأخفهم أخليه داشت، الآصرة أخليها داشت لي ورا ما لي علاقة بيها. أحكي على المجاميع الأثقل، أثقل ثلاثة بي آر، شوفوها باتجاه عكس عقارب الساعة، البي آر 35. هسا هذه عندي سي اتش CH3/2، السي الكربون الوزن مالته مو 12 في 3، يعني عندي 3 ذرات كربون، ايش قد يطلع؟ وياي طلاب جاوبوني 36. وايش قد انا عندي مجاميع؟ هاي 37 و4 38 39 40. البروم ايش قد وزنه؟ البروم ايش قد؟
79. دكتورة 80. دقيقة. ودكتورة هو 79.9، يعني 80 كان ما ناس يعني 80 وزنه. ايه دكتور، انا طلعت 79.9. زين، ف هو اثقلهم بالنهايه، هو اثقلهم. وهاي المجموعه قلنا 36 مدري 37، نجي على هاي 12 في 2 24 و5 29، فبالنتيجه الترتيب صاير عكس عقارب الساعه. زين، هذا الاس نطاني تو كومباوند، واحد من عندها اس ريتنشن، نفس الترتيب هم اس، يعني هاي او سي اتش 3، وبعدين تجي هذه اخف من عندها، وبعدين تجي هاي الاخفهن اخفهن دائما خليها لي ورا، وببوند منقطه. فلو تلاحظون حسب الوزن الاو 16 وهذني سي اتش 2 سي اتش 3 يطلع رقم معين، ثم يجي هذا الاخف من عنده، هذا اثقلهم يعني هاي اثقل المجاميع، ومن ثم هاي الاخف ثاني اثقل شيء، وهذه سي اتش 2 سي اتش 3 هذه اخفهن. زين، هذا راح تشوف الترتيب مالتها هو اس، هو عكس عقارب الساعه. الحين هذا الار، ار انفيرجن، صار عندي انفيرجن، هذا واحد، ومن ثم هذا قلنا اثقل النهم لين خلي لي ورا اللي هو سي اتش 3، هذا ثم هذا ثم هذا، هذا يدور مع عقارب الساعه، فلذلك نسميه ار. ليش هذا انطاني راسمك مكستشر؟ ليش انطاني هذا المزيج؟ لانه الكاربوكاتيون المهاجمه مالته من يتكون، المهاجمه مالته يعني النيوكليوفيل، يا اما يهاجم من فوق يا اما يهاجم من جوا، مو مثل ذاك من الخلف ويقلب لي اياها يسويها انفرجن، لا، لان هذا الكاربوكاتيون هو مسطح، هو بلانر، هو شنو هو؟ هو مسطح بلانر، هذا طالع علي باتجاه الناظر، وهذا خاش لي جوا بعيدا عن الناظر، وهذا ويا المستوي، وكانه كتاب حاطيه بالعرض بلانر، فوق الكتاب وتحت الكتاب اكو فراغات، فالنيوكليوفيل يا اما يهاجم من فوق، تخيلوها فراغيا يعني 3D، يا اما يهاجم من تحت، حطوا كانه ما كتاب هو المستوي، او كرتونه او اي شيء دفتر بالعرض كانه هو المستوي، والمهاجمه يا من فوق يا من جوا، اذا هاجم من فوق راح يحافظ لي على نفس الريتنشن نفس الاس، اذا هاجم من جوا راح يقلب لي اياها، فالنتيجه تكون يعني راسمك مكستشر. بينما ذاك بالاس ان 2 انفرجن راح يصير لي انقلاب 100%، لان الاتجاهات كلها تختلف للمهاجمه من الخلف. زين، هذا هو السبب. ذا كاربوكاتيون بروديوس از بلانر، هذا الكاربوكاتيون الناتج هو بلانر اس بي 2 هايبريدايز، هو مو اس بي 3 مثل هاي الكربون. ها بالمناسبه الار والاس تصير عند ذرات الكربون الكايرال، كايرال سنتر، انا عندي هنا كايرال سنتر، يعني شنو كايرال سنتر؟ سالتهم ذولاك الطلاب ما عرفوا، وقالوا ما ماخذيه، الكايرال سنتر هي ذره الكربون اللي مرتبطه باربع مجاميع مختلفه، اي بي ار، اي ميثيل، اي ايزوبروبول، اي ايثيل، فاربع مجاميع مختلفه تماما. فلذلك هي ذني الكايرال سنتر هي اللي تسوي لي ار او اس. إذا عندي بس مثلا نفترض انه هاي بي ار وهاي بي ار، لا هذا مو كايرال سنتر، هاي مجموعتين متشابهة، او اتش ب اتش، هاي مجموعتين متشابهة مو كايرال سنتر، الكربون ما تعتبر كايرال سنتر، لكن بهاي الحالة هي كايرال سنتر اللي مرتبطة بأربع مجاميع مختلفة. هذا هو اس بي 2 هايبريدايز لأنه مرتبط بثلاث مجاميع، اس بي 3 اس بي 2 كاربوكاتيون. هذه التهجين مال كاربون السنتر، هاي الكيراليه ايش قد تهجينها؟ شنو تهجينها؟ احد يعرف؟ احد يعرف تهجين هاي الكاربون الكايرال سنتر شنو؟ اس بي 3. عافيه، شو اسمك انت؟ منار فنار. منار فنار فيكتور؟ نعم. انت ام الهوم ورك دزيتي لي اياه على الايميل؟ نعم. انت شاطرة منار، هذا ثاني بونص، شاطر شاطر مبين. منار منار دكتور، شفتك اني منار من افتريت على العملي؟ لا دكتور، احنا مجامع الخميس فداوم علامات، والله انتوا كل الشطار يوم الخميس، محمد عبد الله واحمد هذا ذاك الجروب،
وانت هم شاطره مبينه، هذا لك بونص زين بلس 1 على الكويز. الكويز مالتكم راح يكون يوم الاحد ان شاء الله. بس تحاكيكم دكتوره، بس ما تنزل لكم الاعلانات حتى بك تطلع ترفعون درجتكم على المد. كويز من 10 وانا عندي منك اهم من كوزتكم، وعدكم عملي بس ان شاء الله تتعدل الدرجه زين. هذه تهجينها اس بي 3 لانه مرتبطه باربع مجاميع، اي كربون مرتبط باربع مجاميع تهجينها اس بي 3 اللي هو هذا هم ايضا، هذا هم ايضا مرتبط باربع مجاميع، لكن الكربونات اللي مرتبطه بثلاث مجاميع مثل الالكين او هذا الكاربوكاتيون مرتبط بثلاث مجاميع تهجينها اس بي 2. المجاميع المرتبطه بمجموعتين اللي هي مثل الالكاين اللي هي هيك شكلها صاير، الالكاين مو عندي سي تريبل بوند واحدة اثنين لا واحدة اثنين ثلاثة زين هاي المجموعة الثالثة سي وهنا أنا آر وهاي سي هنا أنا آر زين. هاي بكم مجموعة مرتبطة؟ هاي مجموعتين فشنو تهجينها؟ هاي الكربون الوحدة بكم مجموعة؟ هذه آر وهذه آر ثانية، وبالنسبة لهاي الكربون هاي الآر الأولى وهاي الآر الثانية بالنسبة إلها مو صحيح؟ فذرة الكربون اللي ترتبط بمجموعتين آر تهجينها شنو؟ سولفت لكم دكتورة بسمة، تهجينها شنو؟ sp2 sp تهجينها sp زين. الذرة الكربون المرتبطة بثلاث مجاميع مثلا مثلا هاي c double bond c زين وهاي r وهاي r وهاي r وهاي r، هاي شنو تهجينها؟ SP2. هنا أنا SP2. SP2 لأنه مرتبطة بثلاث مجاميع. شلون يعني دكتورة ثلاث مجاميع؟ يعني هاي مجموعة وهاي الثانية وهاي كلها الثالثة. بالنسبة لهاي دا أحكي، أنا دا أحكي بالنسبة لهاي ذرة الكربون. هاي مجموعة وهاي الثانية وهاي الثالثة. هذا تهجينها SP2. هاي تهجينها SP. هذني تهجينهم SP3 لأنه مرتبطة بأربع مجاميع مختلفة، هاي مجموعة وهاي الثانية OR والثالثة والرابعة زين. الكاربوكاتيون كم مجموعة مرتبط بيها؟ هاي وحدة هاي اثنين وهاي ثلاثة، فلذلك تهجينه شنو؟ SP2. هيجي نحسب التهجين بالنسبة للعضوية. ما في يجيكم سؤال بالفاينال على التهجين زين، هذا هو التهجين بالنسبة للعضوية. فإذا صارت المهاجمة من الفوق أو من من على أو من الأسفل راح يصير عندي يا أما ريتنشن يا أما انفرجن. If the nucleophile، هذا الحكي هي نفس الشيء. يقول if the nucleophile attached from the side that the leaving group was originally attached the product displays retention. إذا هاجم من نفس الجهة اللي غادر من عندها leaving group راح أحافظ على الكونفيجريشن فراح يصير عندي ريتنشن. لكن اذا النيوكليوفيل هاجم عكس من الظهر يعني من الاسفل بالنسبه للليفنج جروب، يعني الليفنج جروب هذه ليفنج جروب هنا هي تغادرت غادرت بس بقت بعدها قريبه، فهذا اذا هاجم من الاسفل راح يسوي لي انفرجن، والانفرجن هو اللي يعتبر النسبه يعني صح راسمك مكستشر، يعني صح بالنتيجه راح يصير عندي راسمك مكستشر، راسمك يعني شنو مخلوط الار والاس مكستشر، لكن الانفرجن هو الى النسبه الاعلى ينطيني ميجر برودكت انفرجن. ليش؟ لانه اكو اعاقه شويه، اوفن كومبليت راسمايزيشن از نوت اتشيفد، ما عندي كومبليت راسمايزيشن يعني انا مو 50-50. Since the leaving group were partially block one face of the molecule as it is ionizes. يعني من يتأين
زين شويه راح يعيق لان ياته بعده واقف قريب، فشويه اكو اعاقه بالموضوع. هو راح يصير ريتنشن وما يصير، بس بنسبه اقل من الانفيرجن. الاغلبيه انفيرجن لان ياته الساحه خاليه، خاليه مختليه، فيهاجم براحته، ماكو اي نوع من الاعاقه. هو ميكستشر نعم، بس الميجوريتي انفيرجن. زين عندي شيء كلش مهم بميكانيكيه الاس ان 1 اللي هو يسموه ري ارينجمنت، اعاده الترتيب. كاربوكاتيون والاوفن اندرجو ري ارينجمنت برودوسينج مور ستيبل ايونز. الكاربوكاتيون وخصوصا السكندري، انتبه علي، وخصوصا السكندري كاربوكاتيون راح يعاني من شغله يسموها ري ارينجمنت. السكندري ما يقعد راحه، يريد يستقر، يريد يوصل الى حاله التيرشري. زين حالة التيرشري شلون اوصلها؟ بالري ارينجمنت. اذا عندي تغيير، مثلا فور اكزامبل 2 برومو 3 مثل بيوتين، هذا المركب اللي على اليسار، ميثان ايثان بروبان بيوتان، هو بيوتان برقم 2 وبرومو برقم 3 هو مثل، يتفاعل ويا الايثانول او ذوبته بالايثانول وريفلكس، هم هو سولفنت هم هو متفاعل ات ذا سيم تايم. ايش دا يصير عندي الخليط؟ الناتج دا يصير عندي خليط عباره عن مركبين، هذا مركب وهذا مركب، هو ايزومرات واحد بالنسبه للاخر، هو ستراكشرال ايزومر. ستراكشرال ايزومر هو فرع من فروع الكونستيتيوشنال ايزومرز. للاسف انا كنت اتمنى انه الدكتوره تشرح لكم اياه الاسبوع القادم هيستوري وكيمستري، لكن هسه اجانا تبليغ انه توقف المحاضرات، حرامات راح تخسرون شابتر. زين يجوز تعتازون عليه صف ثاني وانتم اصلا ما فاهمين الاستريو هو شنو. زين هذا شنو؟ هذا مجموعه الاو ار مال هذا هاجمته بنفس مكان البي ار، يعني البي ار غادر واجى الاو ار قاعد بمكانه طبيعيا نفس هذا، ما صار اكو اي تغيير، هذا ان ري ارينج. لكن هذا البرودكت هو نتيجه الري ارينجمنت. شنو اللي صار عندي هنا؟ اللي صار عندي انه هذا اول شيء هو فورميشن اوف كاربوكاتيون، اول خطوه بالاس ان 1 فورميشن اوف كاربوكاتيون، يغادر البرومايد از ا جود ليفنج جروب، ياخذ الكتروناته ويطلع. شيء يخلف بعده؟ يخلف بعده سكندري كاربوكاتيون. ليش سكندري كاربوكاتيون؟ لان كم ار جروب، هذه وحده على اليمين وهذه الثانيه على اليسار، فمتصل ب 2 ار جروب، فاذا هو سكندري. كل زين وحلو حبار. ممكن الاو ار تجي تهاجم مباشره دايركت، فيتكون لي هذا البرودكت ايثر، راح يتكون لي هذا البرودكت كايثر. وممكن يصير له ري ارينجمنت. اذا انتبه اني عندي هنا هذه الهيدروجينات، هذه الكربون اللي بصفها ممكن بيها هاي الهيدروجين، ممكن انه هاي الهيدروجين تنتقل من هالصفحه تجي على هذا الكاربوكاتيون، بحيث يكون لي اذا انتقلت، اذا صار عندي هذا الري ارينجمنت راح يخلف لي تيرشري كاربوكاتيون. اجين هذا الكاربوكاتيون السكندري اذا انتقلت هاي الهيدروجين من هالصفحه جت على هاي الجهه، النتيجه راح يتكون تيرشري كاربوكاتيون. وكلنا نعرف انه التيرشري كاربوكاتيون هو اكثر استقرارا. يعني شنو اكثر استقرارا؟ الوقت وجوده بالتفاعل، تايم تايم مالته اللي موجود هو بالتفاعل اطول، موجود بوقت اطول بالتفاعل. فاذا تكون تيرشري كاربوكاتيون بسهوله يجي هذا النيوكليوفيل الاو ار يهاجم، راح يكون لي هذا البرودكت. لو تلاحظ هذا البرودكت هو ستراكشرال ايزومر بالنسبه لهذا البرودكت. يعني شنو دكتوره ستراكشرال ايزومر؟ اثنيناتهم لهم نفس الفورمولا اللي هو C7OH16. سي 7 لو تعدوها 1 2 3 4 5 6 7، سبع ذرات كربون، او وحده اتش 16، لان 3 ب 3 ب 3 9، 9 و 5 9 وش اسمه و 7 16، هاي وحده وهاي وحده وهاي 5 16. يعني شنو دكتوره هذا كلام؟ يعني هو عباره عن سي 7، هم اثنيناتهم عبارة عن C7OH16، يعني هم نفس الفورمولا لهم بس الترتيب يفرق.
ترتيب الجزيئة يفرق. سي 7 او وحدة اتش شنو 16. هاي الفورمولا، هاي كيميكال فورمولا مالتهم، كيميكال فورمولا مالتهم. C7 اثنيناتهم هو عبارة عن C7 او وحدة، وها عدد الهيدروجين 17، لكن وحدة الايثر مالتها هالشكل جاي هنا بهاي، هاي مرتبطة هنا بهاي الكربون، واللخة الايثر مرتبط بهاي الكربون، فلذلك أنا راح ألاحظ أكو مزيج بالتفاعل من من الخليط، يعني من الناتجين، خليط من الناتجين نتيجة الري أرنجمنت. فلو جبت لكم بالامتحان هاليد الكيل سكندري الكايل هالايد، المفروض تحطوا لي بالبرودكت ناتجين، واحد ري أرنجد والاخ بدون ري أرنجد. عملية الري أرنجمنت إلما نصير زين، ايش معنى هاي الهيدروجين انتقلت؟ زين سؤال، ايش معنى هاي الهيدروجين انتقلت بحيث كون لي هذا؟ ليش ما اخذ الهيدروجين منه؟ هسه هاي مو ثلاث ذرات هيدروجين؟ CH3 CH و CH وحدة اثنين ثلاثة، يجوز وحدة من هاي ذرات الهيدروجين هي اللي تنتقل. ها طلاب، ما ممكن انه وحدة من ذرات الهيدروجين هاي تنتقل؟ لو الا بس هاي. من يجاوبني؟ يا سبع، يا سبع ويحصل بونص. ترى واحنا لان هو لازم سكندري وذاك حيصير برايمري، مو سكندري. يعني هذه اذا ذره الهيدروجين انتقلت منا لهنا، هذا شو يصير به؟ يبقى محتاج يعني الى عصره وماكو بعد. هسه حكيتيها، شو يصير به هذا اذا انتقلت ذره هيدروجين منا لهنا، مو منا، من هذا؟ لا اله الا الله، استوج حكيتيها ماما. تتكون عصرة؟ لا لا، غير مستقل يصير؟ نعم غير مستقل؟ ليش؟ يعني راح تجي ذرة الأو منها؟ لأن شنو؟ برايمري، لأن فقد الهيدروجين. مين هي هاي أم البرايمري؟ حسها ناعم، من هي؟ مريم محمد سهيل. أها إذا عافية مريم إلك بونص. هذه الاتش إذا انتقلت، هي هذه عندها اتش وهذه عندها اتش، فأنا يا اتش اللي انقلها، هاي على اليمنى لو على اليسرى؟ إذا نقلت هاي على اليمنى راح يتكون لي تيرشري كاربوكاتيون. إذا فرضا نقلت هاي على اليسرى، نقلتها حطيتها هنا، وهذا راح يتكون سي اتش 2 بلس، مو صحيح مريم محمد حسين؟ سهيل دكتورة. إي سهيل، سي اتش 2 بلس راح يفقد ذرة هيدروجين، راح يصير سي اتش 2 بلس. هل السي اتش 2 بلس مستقرة؟ قطعا لا، لانه برايمري، بينما هذه السي ار 2، هاي ار سي ار 3 سوري، هذه وحدة، هذه وحدة، وهذه ار الثالثة. سي ار 3 مستقر وين؟ وسي اتش 2 بلس وين؟ هذا تيرشري، هذا برايمري، فتنتبهون منين تنقلون ذرة الهيدروجين، وين بالضبط ممكن يصير الري ارنجمنت. الري ارنجمنت يصير بحيث انطيني كاربوكاتيون اكثر استقرار، اذا ما انطاني كاربوكاتيون اكثر استقرار انا ايش عندي بسوي ري ارنجمنت؟ يرهم اسوي ري ارنجمنت؟ لا طبعا، اذا ما انطاني اكثر استقرار حول لي اياه من سكندري الى تيرشري ما اسوي، او من برايمري الى سكندري، المهم احصل شيء اكثر استقرار، واذروايز ما اسوي ري ارنجمنت. زين مثلا، مثلا هسه هذا زين، هذا سي اتش 2 بلس حيصير، مو تمام؟ هذه البي ار اذا فقدت راح يصير سي اتش 2 بلس. زين هذا السي اتش 2 بلس هو برايمري كاربوكاتيون، يرهم اسوي له ري ارنجمنت؟ نعم يرهم، انقل هاي مجموعه المثل. زين دكتوره شنو هي المجاميع اللي تنتقل؟ هي مجموعه المثل ومجموعة هيدروجين، هي فقط ذني اللي تنتقل H و CH3. أسوي لها شيفت، هاي مجموعة مثل كلها بصحيتها، بصحيتها انتقلت، جت قعدت هنا صارت CH2 CH3، بحيث الناتج حول لي إياها من كاربوكاتيون برايمري وين، وكاربوكاتيون تيرشري وين، هذا بهواية 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 أكثر استقرار.
بمليون مرة أكثر استقرار من هذا. فبالنتيجة إجا قعد للنيوكليوفيل، إجا قعد اتصل واستقار وقعد وترحبن وكيف، زين؟ إجا قعد هنا هو ومكيف. ليش؟ لأن كاربوكاتيون تيرشري. هذا الريارنجمنت produces a tertiary cation stable instead of a primary cation unstable. زين؟ In the cationic rearrangement the moving group اللي هما either H or CH3 take their bonding electrons، تاخذ شوالاتها وتطلع، تاخذ البوندنج الكترونز with them بحيث يصير H minus HCH أو CH3 minus، تجي تقعد هنا تاخذ شوالاتها فش تخلف، تخلف كربون ما بيها، تاخذ الكتروناتها وتخلف كربون ما بيها الكترونات، عندها عوز نقص. فاجى هنا أنا قعد ان النيوكليوفيل، فانتبهتوا طلاب؟ فالريارنجمنت اوكر وين مور ستيبل كاربوكاتيون كان بي برودوسد باي هيدروجين اور الكيل جروب شيفت. تنتبهون، تنتبهون على هاي الناحيه انه اكو ريارنجمنت يصير عندي بالاس ان 1، هاي كلش مهمه الناحيه تنتبهون عليها. زين، زين. rearrangement do not occur in SN2. ليش؟ يعني ما عندي كاربوكاتيون، يعني ما عندي كاربوكاتيون صريح دا يتكون عندي بحيث أقدر أسوي rearrangement. يعني كل ما هنالك مهاجمة من الخلف ومغادرة من الأمام، فما يصير عندي rearrangement since كاربوكاتيون are not intermediate. ما عندي كاربوكاتيون بالSN2، لذلك ما عندي شيء اسمه rearrangement. هسه اخيرا وليس اخرا، اخر شيء موضوعنا، خلاصه الكلام، احنا شرحنا ذاك المحاضره الاس ان 2، هالمحاضره بنشرح الاس ان 1. اذا قارنا بين الاثنين، طبعا ما تجيكم مثل هيك مقارنه، هي لي معلوماتكم فقط، فقط الاليمينيشن ان شاء الله باكر الدنيا. زين، هذا nucleophilic strength is unimportant. هذا بالاس ان 1 قوه النيوكليوفيل مو كلش مهمه، لكن هذا يحتاج الى نيوكليوفيل قوي حتى يهاجم على المثل الكايل هالايد ويدفع الهالايد برا، زين، او يهاجم على البرايمري الكايل هالايد ويدفع الهالايد برا، او مو كلش مو هالقد يهاجم على السكندري، وعلى التيرشري ما مستحيل يهاجم، على التيرشري مستحيل يهاجم، ما يقدر يهاجم من الخلف واكو اعاقه، في حين اللي هو اي نيوكليوفيل مو بالضروره يكون قوي، اي نيوكليوفيل يقدر يهاجم على التيرشري كاربوكاتيون ويكون اعتيادي، هذا نسبيا مستقر اكثر من السكندري. البرايمري والمثل الكايل هالايد مستحيل يتكونون، ما عندي برايمري كاربوكاتيون ولا مثل كاربوكاتيون، فما تمشي الاس ان 2 ميكانيزم، ما تمشي بالورق الاسمي. زين، جود ايونايزنج سولفنت ريكوايرد، هذا solvent good ionized مطلوب. may go faster in less polar solvent، ممكن اللي هي قلنا أسيتون وأسيتون ترايل، زين، لأنه ليش؟ لأنه البولار بروتيك solvent رح تسوي لي إعاقة بالهيدروجين بوندينج، رح تسوي لي إعاقة فرح تأثر على التفاعل، في حين هنا أني أحتاج ال ionizing solvent. ليش؟ حتى يسوي لي إعاقة، سوري استابلايزنج يسوي لي للليفينج جروب حتى يتكون الكاربوكاتيون بطريقه افضل. هذا الريدترمايننج ستيب يعتمد فقط على تركيز الكايل هالايد، بينما هنا يعتمد على تركيز الكايل هالايد والنيوكليوفيل بوث، فلذلك هذا اس ان 2 يعني يعتمد على الاثنين، بينما هذا بس الكيل هالايد هو المهم عندي، ما لي علاقه بالنيوكليوفيل. قوه النيوكليوفيل از ان امبورتنت. النتيجة راح تكون راسمايزيشن، لأن عندي انفرجن وعندي ريتنشن، لأن حسب الكاربوكاتيون المهاجمة يا اما من الأعلى يا اما من الأسفل، بينما هذا كومبليت انفرجن لأن المهاجمة من الخلف، فراح يتكون لي إذا دخل، إذا ستارتنج مالتي كان R الناتج مالتي S، إذا الستارتنج مالتي S الناتج R 100% انفرجن، بينما هذا إذا ستارتنج R راح ينطيني R و S برودكت، إذا الستارتنج S ينطيني R و S as a product mixture يعني.
possible rearrangement عندي بالاس ان 1 هنا انا ما عندي rearrangement بالاس ان 2 وهذا نكون انهينا محاضرتنا خل انزلكم رابط الحضور واذا اكو احد عنده سؤال خلي يتفضل وبالنسبه للامثله ان شاء الله باشر اعطيكم كم مثال نتناقش بها زين تشدون حيلكم بالعضويه يا طلاب لاحظتوا الاسئله مو مثل ما انتم كنتوا متاملين يعني فتشدون حيلكم شده قويه بالفاينل زين أنا شنو دا أسجل المحاضرة خلنا نتأكد